سياسي مماثل لقرار تمديد لرئيس الجمهورية بالعام 2004. إذا بتسمع خلينا نسمع ابن مدينتك الوزير الذي يمثل بيروت في هذه الحكومة، وليد الدعوء اللي هو وزير الإعلام في هذه الحكومة، ماذا قال عندما قال فريد مكاري أنها يعني هي سورية التي وجهت إليه عن تأثيرات خارجية وضغوطات وانتظار القرار الظني حتى اتصال سيادة الرئيس الأسد بي للتهنئة، اعتبروه أنه تدخل بتشكيل الحكومة. الحكومة ولدت لبنانية 100%، ولدت دون أي تدخلات خارجية وبأجندة لبنانية 100%. يا سيد جزيل، هلا الحكومة اللبنانية 100%، وين كان اللبنانية هذه بالخمسة أشهر الأخيرة؟ ليش ما شكلت هذه الحكومة؟ طيب وليش هلا سوريا بدها تشكل؟ ما في شيء كمان لا ضروري. لا في شيء كثير واضح، شو؟ وهو اتخاذ قرار الحسم العسكري بكل مسألة المواجهة مع الشعب السوري، يوازيها بنفس الوقت الحسم السياسي في لبنان بتشكيل حكومة قادرة بطبيعتها وبتشكيلتها وباتجاهها السياسي على مواجهة رأي عام لبناني ومواجهة مجتمع عربي ورأي عام عربي ومواجهة مجتمع ورأي عام دولي. طيب استاذ نقاد معلش، هي على كل في حكومة وحدة وطنية فشلت فشلا ذريعا، غير حكومة وحدة وطنية خلينا نقول أكترية ل 14 قدر قادرين يحكموا؟ أنا ما بيقدروا يحكموا. أنا بعرف أنه أنت حتستنجي من كلامي هذا الشيء. لا أنا لا أدعو لحكومة من 14 قدر ولا أدعو لحكومة من الوحدة الوطنية التي فشلت. في أزمة سياسية كبرى بالبلد، إيه؟ وفي نترك الفلتين الأمني لا لا لا، وفي صراع كبير يجري داخل سوريا وعلى سوريا. قصة أنه نحن لا نتأثر بما يحدث في سوريا كذب كبير. نحن لا نتدخل مش لا نتأثر. أولا إذا نحن ما تدخلنا فهن تدخلوا بالحكومة، هن اللي إجوا لعنا ما نحن رحنا لعندهم. بس معي خلينا نحكي عن اللبنانية. رئيس الجمهورية فضل. رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة المكلف، رئيس مجلس النواب اللي يمثله من طائفته، وحزب الله، وميشيل عون، طيب هودي أنتجوا هذه الحكومة. أنا ما قلت لك هيدي حكومة لبنانية. أنا قلت إنه لم ينتجوا هذه الحكومة، بس أنا عندي سؤال بتمنى تجاوبيني عليه، ليش ما أنتجوها من الأسبوع الأول؟ ما هيدي نتاج طبيعي لهذا التحالف، شو كنا عم نعمل أربعة أشهر ونص؟ إذا كان هذه الحكومة اللبنانية تاخذ وقت، طب يعني الرئيس سنيورا أخذ أكثر من هيك، أخذ 6 أشهر. يا ستي الرئيس سنيورا كان ظاهر من اتفاق الدوحة وكان في صراع عنيف بين مختلف القوى حول تشكيل الحكومة اللي هي كمان أخذت شكل حكومة الوحدة الوطنية قبل الانتخابات. شو رح تفيد سوريا بالأمور اللي موجودة فيها سوريا؟ طبعا عم نشوف الوزراء اللي جايين والصورة التذكارية أول مرة ما منشوف صورة تذكارية بالأبيض. مع احترامي ليش مش لابسين طقم الأبيض؟ هلا لأنه ما بعرف رئيس الجمهورية ما بيحب لون الأبيض. لا ما بعتقد، بس بعتقد أنه في آراء مختلفة بروتوكولية حول هذا الموضوع. مش هذا الموضوع، يلبسوا اللي بدهم اياه. لا هي خاصه للبنان يعني. انا يعني بالتاكيد بفضل الحفاظ كنت على التقليد ايا يكن. نعم. هذا التقليد. نعم. لانه التقليد هو اللي بيعمل يعني اصول وجذور، ومش كل يوم يعني تخترع صوره جديده للحكومه اللبنانيه. على كل حال انا اللي بدي اجرب ارجع اقوله انه القرار السياسي في هذه الحكومه، مع احترامي لرئيس جمهوريه ولرئيس حكومه المكلف ولكتلة الوفاء للمقاومة وللعماد ميشيل عون، هذه حكومة ستتحول خلال أسابيع قليلة إلى حكومة مواجهة لبنانية وعربية ودولية، لأن ما يحدث في سوريا كبير إلى درجة أنه لا يمكن إلا أن تكون له تداعيات، ومطلوب من لبنان أن يكون جزءا من المواجهة السورية للمجتمع العربي والمجتمع الدولي بعملياته العسكرية والسياسية. ليش ما قدرني نشوفها ببساطة؟ طيب استاذ نهان الرئيس، بس خليني اوضح فكرة، لانه انتو يعني دايما في جدل حول حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الاتجاه الواحد. نحن في ازمة سياسية كبرى، وهذه الازمة تستوجب اكبر قدر ممكن من التعقل والهدوء، وهذا التعقل والهدوء كان لازم يترجم بحكومة اختصاصيين تروح تشتغل للناس وتترك السياسيين يروحوا على طاولة. وقت بيطلع القرار الاتهامي شو بيعملوا؟ يا ستي بياخدوا نفس القرار اللي بيحقق
العدالة الدولية والعدالة للشهداء اللي راحوا وبنفس الوقت الاستقرار. طيب. مين قال انه هذه الحكومة رغم كل يعني ايه؟ قوتها الظاهرة الآن ايه؟ انها تستطيع ان تواجه المجتمع الدولي؟ تستطيع. انا بقول لك كيف، انا بقول لك ايه؟ بعزل لبنان كما حدث بال 2004. سؤالي الأخير لك، رئيس مئاتي، رئيس مئاتي لمصلحته وهو بيعرف ودائما كان حريص على يحافظ على علاقاته الدولية، طيب كيف رح برأيك وانت بتعرفه منيح للرئيس مئاتي، نعم، كيف رح يقدر يوفق بين حفاظه على علاقاته الدولية ويراعي ما يسمى أجندة حركة 8 آذار؟ حيقول كلام بالبيان الوزاري وبالنقاش السياسي وبالمقابلات مخالف لقدرته ولمخالف لمستقبل موقفه، لأنه هو حيقول كلام متفاهم مع المجتمع الدولي إلى أن يأتي أي استحقاق، سواء بمجلس الأمن الدولي أو بالقرار الظني أو بأي استحقاق آخر، يجد نفسه ملزم، لأنه هذا العقل اللي عمل التمديد واللي عمل هذه الحكومة لا يمكن إلا أن يجر لبنان وسوريا وخاصة لبنان إلى مزيد من المواجهة الدولية والمزيد. كانت موجودة معلش، كان في قرار في مجلس الأمن للعقوبات ضد بعض الشخصيات السورية، نعم، مع وجود سعد الحريري رئيس حكومة تصريف أعمال، ما مع وجود ميشيل سليمان اللي كان دايما انتو أولا انتخبتوه دايما، نعم، تقولوا انه حيادي. رغم هيك مندوب لبنان بالأمم المتحدة صوت ضد هذا القرار. شو تغير؟ ما في شيء تغير. هذه بداية. أولا الرئيس الحريري بعتقد ما كان لا تدخل ولا له علاقة بهذا الموضوع، لازم كان يتدخل وينه على فوا، كان يعني لازم يكون، كان لازم يتدخل، بس كتير اشياء كان لازم يتدخل فيها ما تدخل فيها. نعم. على كل حال هذا الامر يعني حدث صار، ولكن ما سنراه لاحقا كان ممكن المجتمع الدولي يتقبل منا انه نحن بفترة انتقالية، وان ما نأخذه من مواقف هو نتيجة الفراغ الحكومي. اما الان فالمجتمع الدولي ما رح يتقبل منك انك توقف على الحياد. شو بيعمل لبنان يا ستي؟ مين هو اللي شو بيعمل؟ معلش، شو بيعمل المجتمع الدولي؟ بيعمل نفس الشيء اللي بيعمله تجاه الدول اللي بتخالف قراراته. يعني شو ممكن يعمل؟ نحن لبنان ما بيتحمل يعيش في عزلة دولية. الصراع داخل سوريا وعلى سوريا سيؤدي الى مزيد من الحصار والعزلة لسوريا، وهذا الامر سينعكس على لبنان، فنحن حنمارس نفس الدور وستحقق لنا نفس النتائج من حيث المواجهة العربية والدولية، وسنجد أنفسنا أيضا مرة أخرى بانقسام حاد جدا داخل المجتمع اللبناني، ومواجهة بين عقل السلاح الذي يريد أن يفرض على اللبنانيين منذ 7 أيار سياسته كل مرة بشكل من الأشكال، مرة بإسقاط الحكومة، مرة بتخريب الحكومة، مرة بتشكيل حكومة، حكومة مواجهة. هذا عقل السلاح لا يمكن أن يوصل إلا إلى مزيد من الانقسام داخل لبنان، وإلى مزيد من المواجهة بين لبنان وبين المجتمع الدولي اللي نحن اللبنانيين بغالبيتهم مش موافقين عليها ولا بيقدروا يتحملوها. يعني ليش عم نجي نبرم وملف حول وقائع بنعرفها ومجربينها؟ وهذا المشموع. شكرا لوجودك معنا. شكرا لبرنامج استديو بيروت. شكرا للمشاهدين لوفائهم، والى اللقاء الاسبوع المقبل.